السلام عليكم ابطال سنه ستة حبايب قلبي. طبعا مش هتكلم كتير على اهميه فيديو النهارده، يكفي ان انا اقول لك ان النهارده فيديو المهام الادائيه. المهام الادائيه يعني 35 درجه، 35 درجه يعني اكتر من امتحان الترم، 35 درجه يعني اكتر من امتحان نوفمبر اكتوبر مع بعض. فيديو مهم جدا، البطل لازم يحضره ولازم يركز فيه. طبعا المهام الادائيه اللي هنتكلم فيها النهارده هي اجتهادات شخصيه مني، مش مهام وزاره ولا مهام رسميه، وما نعرفش اصلا هل في فعلا مهام هتنزل ولا لا. ولو في مهام هتنزل تاكد ان احنا ان شاء الله برضه هنعملها ويكون في جزء تاني من الفيديو ده. هنتكلم النهارده على اهم الموضوعات اللي كان عندنا في المنهج، وان شاء الله يعني المهام مش هتخرج من الموضوعات دي. بس حبيب قلبي ركز معايا، اعمل كده تدوير للشاشه نشوف كل حاجه واضحه. معاك الورقة والقلم، هتاخد سكرين شوت برضو للمهام لما تظهر قدامك، وكده كده برضو ان شاء الله انا هسيبها لك تحملها. هتلاقي المهام غير مجابة موجودة في صندوق الوصف، وهتلاقي كمان المهام مجابة برضو موجودة في صندوق الوصف، وهتلاقيها موجودة في جروب تليجرام بتاعنا عشان تقدر تدخل عليها بكل سهولة، وعلى صفحة الفيسبوك برضو بتاعتنا. يعني انا هسيبها لك في كل مكان ان شاء الله. قول لزمايلك على أهمية فيديو النهاردة، قول لهم إن فيديو النهاردة بيساوي 35 درجة وإن هما لازم يحضروه، وما تنساش تدينا اللايك الجميلة بتاعتك، لأن اللايك بتاعتك بتفرق جدا معانا حقيقي، بتوصل الفيديو ده لعدد كبير من الناس، وكمان بتكون دعم كبير جدا لينا. ويلا بينا يا أبطال، من غير ما نضيع أي وقت كبير نبدأ مع بعض فيديو النهاردة. Let's get started. وانتقلنا للشاشة، هنا أوضح طبعا بكتير. هنبص مع بعض على أول مهمة، أول مهمة بعنوان Keeping Pets، تربية البيتس، الحيوانات الأليفة. وطبعا أول ما أقول بيتس يا أصدقائي فأنا أكيد أقصد الكاتس، القطط. يعني هم أشهر بيتس، وهو فعلا اللي جه عليهم الدرس. بيتس يعني كاتس، حيوانات أليفة يعني قطط. بيقول لي choose a pet، اختار pet، خلاص احنا اخترنا الكات. and write a paragraph of 40 to 50 words، اكتب لي كده paragraph من 40 ل 50 كلمة about the positive and negative points، عن النقاط الإيجابية والسلبية about keeping it، بخصوص تربية القطط. تمام، أنا هبدأ الأول. طبعا أنا هسيب قيمة حرفين كده في الأول اللي هي الإزاحة لازم تتعمل، وهبدأ بجملة عامة. فأنا قلت cats are my favorite animals، القطط هي حيواناتي المفضلة. والله أنت بقى لو اخترت حاجة غير الكاتس وأنا ما انصحكش بكده، فأنت برضو هتقول مثلا dogs are my favorite animals أو أيا كان. cats are my favorite animals. وبعد كده قلت I think، أنا أعتقد، يعني ده بالنسبة لي أنا. they make، make هنا أقصد are، أقصد يكون. they make يعني هم بيكونوا the best pets، افضل حيوانات اليفه. وبدات في البوزيتيف بوينت بقى، في الايجابيات. when you pet a cat، لما تلاعب القطه وتلاطف القطه وتدلل القطه، مش القطه بس اللي بتتبسط، لا انت كمان بتتبسط. it makes you happy، when you pet a cat it makes you happy. وعد معايا بقى، they are beautiful، هم حيوانات جميله. they have soft fur، عندهم فر ناعم. they are clean، هم حيوانات نظيفة كوم وهادية. they are friendly، هم ودودين. طيب يعني ايه ودودين؟ that means ده معناه they like humans، ان هم بيحبوا البشر. بعد كده قلنا cats are independent، القطط حيوانات مستقلة. okay cats are independent يعني ايه independent؟ يعني انت مش لازم تاخدهم وانت خارج. so you don't need to take them for a walk، مش مضطر انك تاخدهم للتمشيه. طيب on the other hand، ومن ناحيه اخرى، كده انا هقلب على النيجاتيف بوينتس، العيوب. ومن ناحيه اخرى، شوف انا عمال اعدد بقى في الايجابيات والجمال بتاع القطط. ومن ناحيه اخرى they have sharp closing teeth، عندهم مخالب حاده واسنان. but ولكن بس برضو استنى كده، they only use them when they are scared، ما بيستخدموهم بس لما بيكونوا خايفين. كده انا اتكلمت على positive and negative points about keeping cats. فنقول المهمة تاني، cats are my favorite animals، I think they make the best pets، when you pet a cat
it makes you happy. They are beautiful. They have soft fur. They are clean and calm. They are friendly. That means they like humans. بيحبونا، بيحبوا البشر. Cats are independent. حيوانات مستقلة. So you don't need to take them for a walk. مش مضطر انك تاخدهم للتمشية. On the other hand، ومن ناحية أخرى، they have sharp claws. عندهم مخالب حادة and teeth وأسنان. But they only use them when they are scared. بس هم بيستخدموهم بس لما بيكونوا خايفين. المهمة الثانية، what you miss about Egypt. إيه اللي أنت بتفتقده في مصر when you travel، عندما تسافر. يعني بيقول لي هنا write an email، اكتب ايميل. ايميل يعني to from subject. write an email to your friend احمد، اكتب ايميل لصديقك. لما اقول لك لصديقك يعني افهم ان هو هيكون informal غير رسمي. بلاش بقى تدير يعني بلاش الرسميات، يعني خليه هاي بقى والحاجات. write an email to your friend احمد about، اكتب ايميل عن what you miss in Egypt. ايه اللي انت مفتقده في مصر؟ انت مثلا مسافر بره ومصر وحشتك، فايه اللي انت مفتقده في مصر when you travel، او ايه اللي بتفتقده لما بتسافر. your name is Faris، اسمك فارس، and your email address، وايميلك عنوان ايميلك faris@gmail.com. طيب your friend's email، وايميل صديقك او الايميل ادرس بتاعه احمد@gmail.com. طيب وسابني، فانا جهزت بقى to الى احمد@gmail.com، from من faris@gmail.com. السبجكت I miss Egypt. ممكن تقول مثلا what I miss about Egypt. ماشي، انا قلت I miss Egypt، انا افتقد مصر، وبعد كده قلت هاي، هاي احمد. اوكي، هاي احمد صديقي، فبكلمه informal. هاي احمد، how are things، كيف هي الامور، ايه اخبارك، امورك ايه. I hope you are fine، اتمنى انك بخير. وبعد كده قلت له بقى I'm in Scotland. انا بدأت، ما دخلتش في الموضوع على طول، ما قلتلوش على طول انا مصر وحشتني، لا، لولا انا فهمت، انا فهمت I'm in Scotland with mom and dad. انا في اسكتلندا ماما وبابا. The city I moved to، المدينة اللي انتقلت ليها is great، عظيمة، هايلة. برضو يعني مش معنى ان مصر وحشاني ان انا في مكان سيء، لا، انا هقعد اشكر في المكان اللي انا فيه. Our apartment، شقتنا is in the city center، في وسط البلد. It's next to a nice park، هي بجوار حديقة جميلة. We have a great view، وفي لنا كده منظر جميل، بنشوف منظر جميل over the trees، من فوق الأشجار. طيب تمام، هو أنت عمال تتكلم فين مصر وفين اللي أنت بتفتقده؟ جاي، بس أنا في الأول يعني أولا هكتب كلمات كتير، وكل طبعا ما يكون الموضوع اللي انا بكتبه كلماته اكتر كل ما يكون افضل. بدات ادخل بقى في الموضوع. I like Scotland، انا بحب اسكتلندا، but I miss home، ولكن انا افتقد الوطن، اقصد Egypt. خلينا نفتقد 3 حاجات، هنفتقد الطقس، وهنفتقد الطعام والناس. الطقس في مصر، والطعام في مصر، والناس في مصر. وكل حاجة هفتقدها هي حلوة في اسكتلندا بس بتاعت بلدي وحشة. يعني I miss the sunny warm weather، أنا أفتقد الطقس المشمس الدافي. It's always cold here، هنا دايما الطقس برد. Scotch food is okay، الطعام الاسكتلندي أوكي، ماشي، يعني ماشي تمام، ما فيهوش مشكلة. But Egyptian food is better، بس الطعام المصري أفضل. تمام. The people here are nice، الناس هنا لطيفة. But I really miss our friendly people، بس أنا فعلا بفتقد الناس الودودة بتاعتنا، الشعب المصري. فأنا كده قلت له خلاص شكرا، أنا قلت له أنا بفتقد إيه في مصر. فبعد كده هقول له please من فضلك write back soon، اكتب لي قريب and tell me، وقول لي all your names، كل أخبارك. وكتبت له yours صديقك فارس. نقول الايميل تاني to احمد@gmail.com، from paris@gmail.com. subject I miss Egypt. hi احمد، how are things، I hope you are fine، I'm in Scotland with mom and dad،
The city I moved to is great. Our apartment is in the city center. It's next to a nice park. We have a great view over the trees. كل ده ما دخلتش في الموضوع. I like Scotland, but I miss home. إيه اللي بتفتقده؟ قلنا 3 حاجات. أول حاجة I miss the sunny warm weather. It's always cold here. دايما برد هنا. تاني حاجة Scottish food is okay, but Egyptian food is better. تالت حاجة The people here are nice. الناس هنا لطيف, but I really miss our friendly people. Please write back soon and tell me all your news, yours, Ferris. المهمة التالتة How can you help your community? أنت إزاي بتساعد مجتمع؟ طبعا من غير ما نقرا اي حاجه اكيد احنا هنتكلم على الكوميونتي جاردن, ان انا هكون فولنتير متطوع علشان نعمل فورست, نعمل تريز, نعمل حاجات كده خضراء في المدينه. انا كده بساعد المجتمع. فهنا بيقول لي يو كان فولنتير. فولنتير هنا فعل, انت ممكن تتطوع to help your community. Write a paragraph of 40 to 50 words. اكتب باراجراف من 40 ل 50 كلمه about عن how to help with community gardens. ازاي تساعد في حدائق المجتمع؟ طيب الاول نعرف الناس ايه هي حدائق المجتمع؟ ايه الكوميونتي جاردنز؟ فسيبنا السطرين, سيبنا الحرفين بتوعنا وقلنا The community garden is a big green space. اصدقائي مركزين. تمام. The community garden حديقة المجتمع is a big green space, مساحة خضراء كبيرة. Where we grow vegetables to eat. حيث نزرع خضروات لنأكلها. طيب بنزرع ايه هناك؟ We plant, عد معايا قول زي ما انت عاوز تقول. بس We plant, بنزرع tomatoes, peppers and onions. تمام؟ lettuce, المفروض ما فيش اند بقى هنا. lettuce, خس. يعني عد عد عد, ابعد بقى عن الورد والياسمين والفل لا احنا عايزين حاجات تأكل. فطماطم وفلفل وبصل وخس وبطاطس وقود. Things people eat all the time. حاجات الناس بتاكلها طول الوقت. We sometimes plant fruit trees. احنا احيانا بنزرع اشجار فاكهه. هي وسعت شويه دي, يعني اشجار على السطح واسعه, بس هو جاي كده في الكتاب احنا هنمشي زي الكتاب, بس انا شايفها واسعه شويتين. We sometimes plant fruit trees. احيانا بنزرع اشجار فاكهه. We grow our own food. احنا بنزرع طعامنا الخاص بينا اللي احنا هناكله, احنا اللي زارعينه. And it's organic too, وهو عضوي. يعني ايه عضوي؟ We always use natural fertilizer. احنا بنستخدم دايما اسمده طبيعيه. We never use chemicals. عمرنا ما بنستخدم مواد كيميائيه. طيب الروف جاردنز بتساعد وبتنفع. بص, roof gardens help clean the air in the city. حدائق السطح بتساعد في تنظيف الهواء في المدينة. This is good for people's health. ودي حاجة جيدة لصحة الناس. تمام؟ لما الهواء يكون نظيف. Roof gardens are a great place. حدائق السطح تاني a great place, مكان عظيم. To meet people, نحن نقابل الناس and make friends, ونكون صداقات هناك. طيب نقول المهمة تاني ان انا بشتغل في كوميونيتي جاردن. والكوميونيتي جاردن بتعمل ايه؟ The community garden is a big green space, مساحة خضراء, where we grow vegetables to eat. We plant tomatoes, peppers, المفروض في كمة, onions, and lettuce. Things people eat all the time. We sometimes plant fruit trees, أحيانا بنزرع أشجار فاكهة. We grow our own food, بنزرع طعامنا. And it's organic, طعامنا عضوي. عضوي يعني ايه؟ يعني we always use natural fertilizer, نستخدم سماد طبيعي. والعكس ما بيحصلش, we never use chemicals. Roof gardens help clean the air in the city. بتساعد, الجملة دي مهمة أوي, بتساعد في تنظيف الهواء في المدينة. This is good for people's health. Roof gardens are a great place to meet people. مكان جميل نقابل الناس and make friends, نكون صداقات. المهمة اللي بعد كده بيقول لك تعالى نتكلم على يور سكول, مدرستك. تمام؟ تخيل بقى انك في الفؤاد سكول, وخلي كده الفؤاد سكول مدرستك واتكلم عليه بالمباني الأربعة اللي فيها هنقولهم دلوقتي.
write a paragraph of 40 to 50 words. اكتب لي كده paragraph من 40 ل 50 كلمة about your school, عن مدرستك, أو about your school buildings, عن مباني مدرستك. هيبقى عندي مثلا الـ IT building والجيم والويست كورت وأحمد زويل building, مبنى أحمد زويل علشان حصص العلوم. And what you use them for, وبتستخدم المباني دي في إيه؟ حاضر. الأول قبل ما أبدأ كده فأنا قلت جملة عامة, I'm proud of my school, أنا فخور بمدرستي. Okay, I'm proud of my school. وبعد كده مباني مدرستي, حاضر, it has four buildings, بها أربع مباني. عد معايا, أول واحد دي أحمد زويل building, وأول ما أقول لك اسمه أحمد زويل فأكيد ده خاص بالعلوم على اسم العالم أحمد زويل. دي أحمد زويل building is where, حيث, we study science, ندرس العلوم. There are two classrooms, في هناك فصلين, and two laboratories, ومعملين. The laboratories, المعملين اللي هناك, have all the equipment, بها كل المعدات والتجهيزات to do experiments, ان احنا نعمل تجارب. حاجة مجهزة بقى. طيب ادخل على تاني حاجة, the west court, الساحة الغربية او الفناء الغربي, is a large open area, هي منطقة مفتوحة كبيرة. There is a playground, فيها ملعب, and playing field, وساحة لعب. There are benches, وفي benches, مقاعد, to sit on, علشان تقعد عليها. عايز تقول under trees, ماشي. And a water fountain, ونافورة مية. طيب تالت حاجة, تالت مبنى, computer classrooms, فصول الكمبيوتر are in, رقم ثلاثة, the IT building, مبنى الاي تي, مبنى تكنولوجيا المعلومات. رابع حاجه, we use the gym, احنا بنستخدم الجيم to play handball, علشان نلعب handball, كره يد, during, اثناء حصص التربيه البدنيه, physical education lessons, اوعى تكون نسيتها, physical education lessons. تعال نقول المهمه, I'm proud of my school, انا فخور بمدرستي. It has four buildings, فيها اربع مباني. The Ahmed Zweil Building, مبنى أحمد زويل, is where we study science, حيث ندرس علوم. There are two classrooms and two laboratories, في فصلين ومعملين. The laboratories have all the equipment, المعامل بها كل المعدات to do experiments. The West Court, الساحة الغربية, is a large open area. There is a playground, فيها playground and playing field. Playground and playing field. There are benches to sit on and a water fountain. Computer classrooms are in the IT building. There are over 50 desktop computers. في أكتر من 50 جهاز كمبيوتر مكتبي. عايز تقول بقى and 20 laptops ومش عارف و10 tablets. ماشي, جميل قوي والله. We use the gym. بنستخدم gym, صالة الألعاب, to play handball, to play football, أي رياضة. During physical education lessons. ايه المهمة اللي بعد كده؟ A trip, رحلة, طلعنا رحلة, رحنا القاهرة, تمام, اتفسحنا بقى هناك ورحنا متحف قصر المانيال وحاجات جميلة جدا في القاهرة. A trip. You and your family, انت وأسرتك, are going on a trip to Cairo, رايحين trip كده للقاهرة. Write a paragraph of 40 to 50 words about, اكتب paragraph من 40 ل 50 كلمة عن, what places you are going to visit, الأماكن اللي أنت هتزورها أو اللي أنتوا هتزوروها, and what activities you are going to do, والأنشطة اللي هتعملوها, الأماكن والأنشطة. أنا بدأت بقى المهمة وقلت I'm excited about our vacation this week. أنا متحمس بخصوص العطلة هذا الأسبوع. خلي بالك, وممكن في المهمة يقول لك ارسم, ممكن زي سنة رابعة يطلب منهم رسمة, سنة خمسة ما طلبش, سنة ستة ممكن يطلب, فممكن تجي لك المهام ويقول لك ارسم, ممكن. الرسم حاجة جميلة جدا. طيب I'm excited, أنا متحمس about our vacation, أنا متحمس بخصوص العطلة this week, هذا الأسبوع. There are lots to see in Cairo, يوجد الكثير لتراه في القاهرة. عايز تقول there are lots to see and do, وتفعله.
طيب هنزور ايه بقى في القاهرة؟ We are going to visit the Manial Palace Museum. هنزور متحف قصر المانيال. غيره We will go to the theme park. هنروح الملاهي. And ride on a roller coaster ونركب قطر الملاهي. غيره مش القاهرة القاهرة، لا هنطلع بره القاهرة بس مش هنبعد قوي. There are also some places outside Cairo. في أماكن خارج القاهرة that look interesting، تبدو شيقة. We can go quad biking، سنركب الدراجات الرباعية in the desert in Giza، في الصحراء في الجيزة. طب نرجع القاهرة، نروح مأذنة بابزوين. We can climb البيسين، we can climb، احنا ممكن نتسلق the بابزويلا مانرت، مأذنة بابزويلا. It's difficult، هي صعبة. But the view is beautiful، ولكن المنظر جميل. ايه تاني؟ We can explore the souks، نستكشف الاسواق. They are near the minaret، هي قريبة من المأذنة. خلي بالك انت ممكن تقول حاجات تانية غير دي، ممكن تتكلم عن البيراميدز، ساعات حاجات كتير جدا طالما احنا في الجيزة، يعني تتكلم عن البيراميدز. وفي القاهرة بقى عندنا كايرو تاور، عندنا الايجيبشن ميوزيوم، حاجات كتيرة جدا ممكن نقولها. I'm excited about our vacation this week. There are lots to see in Cairo. We are going to visit the Manial Palace Museum. We will go to the theme park and ride on a roller coaster. There are also some places outside Cairo that look interesting. We can go quad biking in the desert in Giza. We can climb the Babs Wailan Minaret. It's difficult, but the view is beautiful. We can explore the souks there near the minaret. طيب عندنا المهمة اللي بعد كده، بيقول لك تعالى نتكلم على a special birthday present، هدية عيد ميلاد مميزة. أنت عيد ميلادك مريت أو حصلت لك حاجة كده مميزة وكانت دي الهدية. You went to the carnival، أنت رحت مدينة الملاهي for your special birthday present، من أجل عيد ميلادك المميز. Write a paragraph، اكتب paragraph of 40 to 50 words، من 40 ل 50 كلمة، about what you did and so on، عن اللي شفته واللي عملته هناك. فحاجة حلوة حصلت لك، قول I was with my family. ممكن حاجة زي دي كانت تجي لك بشكل بلوج، تمام؟ فانت بس جاست هو الكلام بس بتكتب التاريخ فوق وخلاص. شكرا. I was with my family، أنا كنت مع أسرتي for my special birthday surprise، في حفلة عيد ميلادي المميز، هدية عيد ميلادي المميزة، يوم عيد ميلادي المميز. فين يعني قضيته فين؟ كنت فين؟ at the carnival، في الكارنفال في مدينة الملاهي. ولا تاني I was with my family for my special birthday surprise at the carnival. There was a lot، لأنه ماضي أنا رحت خلاص. There was a lot to see and do at the carnival، كان في حاجات كتير نشوفها ونعملها at the carnival. في إيه هناك؟ مدينة ملاهي، فأكيد في رايدز، ألعاب ملاهي. There were amazing rides، كان في ألعاب مذهلة to try، إنك أو إنك تجربها، like the roller coaster، زي قطار الملاهي، بس طبعا if you are brave، لو انت شجاع. There were places to eat، كان في اماكن علشان تاكل، and stores، ومتاجر to ايضا. ده كمان I went to the simulation theater، انا رحت مسرح المحاكاة. I was in a world of fantasy، انا كنت في عالم من الخيال. It's really exciting، مثيرة فعلا. يقول المهمة تاني I was with my family for my special birthday surprise at the carnival. There was a lot to see and do at the carnival. There were amazing rides to try like the roller coaster. There were places to eat and stores too. I went to the simulation theater. I was in a world of fantasy. It's really exciting.
بعد كده برضو احنا ما بعدناش قوي عن البيرث داي، بقول لك تعالى نعمل مهمه على بيرتي بارتي، حفله عيد ميلاد، ودور كل واحد بقى التجهيز لحفله عيد ميلاد. It's your sister's birthday tomorrow. بكره عيد ميلاد اخت. You are into organizing a birthday party for her. بتنظموا حفله عيد ميلاد ليها. Write a paragraph 40 to 50 words about اكتوبرجراف عن how you are getting ازاي بتستعدوا how you are getting ready for the party ازاي بتجهزوا للحفلة وبتستعدوا للحفلة. فأنا أول حاجة قلت بكرة عيد ميلاد أختي tomorrow is my sister's birthday we are getting ready for the party وإحنا بنجهز للحفلة. ويلا قول لي دور كل واحد، بدأت بنفسي. I'm hanging up the streamers. أنا بعلق شرايط الزينة. I'm tying them together وبربطهم مع بعض. I use my scissors. بستخدم المقص to cut the string عشان أقص الخيط. طيب ماما. My mom is decorating the birthday cake. ماما بتزين كيك عيد الميلاد. معاها شموع عشان الحفلة. My mom has candles for the party. طيب اخويا هيعمل ايه؟ My brother is sending the invitations. اخويا يرسل الدعوات. طيب ولاد عمي هيعملوا ايه؟ My cousins are blowing up some balloons. بينفخوا بالونات. بينفخوا blowing up بينفخوا بعض البالونات. طيب عمتي بقى هتعمل ايه؟ My aunt is making a playlist. بتعمل بلاي ليست او ميوزك بلاي ليست for the party للحفلة. طيب بابا بقى اخر واحد ما جبناش سيرة بابا. My dad will let off the fireworks. بابا سيطلق الالعاب النارية. يعني هي محتاجة حد ادلت. ممكن تقول in the yard في السحب او في الفن. Tomorrow is my sister's birthday. We احنا كلنا we are getting ready for the party. ابدأ بقى دور واحد واحد. I'm hanging up the streamers. I'm tying them together. I use my scissors to cut the string. My mom is decorating the birthday cake. My mom has candles for the party. My brother is sending the invitations. My cousins are blowing up some balloons. My aunt is making a playlist for the party. تمام، she is choosing the music. بتختار الموسيقى. My dad will بابا ان شاء الله ها will let off the fireworks سيطلق الالعاب الناريه. بعد كده قالك تعالى اكتب كده انفيتيشن على اساس انك بتعزم انت الناس انفيتيشن، بس انت مش هتعزم اي حد، انت هتعزم المستر. طب انا هكلم المستر بلغه رسميه formal language، فانسى بقى هاي وبارتي وباي والحاجات دي. قولي write an email to your teacher Mr. احمد. اكتب ايميل لمدرسك مستر احمد to invite him to your sister's birthday celebration علشان تعزم وتدعوه لاحتفاليه عيد ميلاد اختك. Your name is سما، يبقى اختك بقى اسمك سما. And your email address وعنوان ايميلك سما at gmail.com. طيب and your teacher's email address وعنوان ايميل المستر مستر احمد at gmail.com. يبقى to مستر احمد at gmail.com. from sama@gmail.com. بكتب to from، بكتب عناوين الايميلات ما بكتبش اسماء. subject invitation دعوه. ما فيش هاي، لا دير. دير مستر احمد I'm inviting you انا ادعوك to my sister's birthday celebration لاحتفاليه عيد ميلاد اختي. we are organizing a special day. احنا بننظم يوم مميز for the event للحدث on Sunday May 22nd في 22 من مايو يوم الحد. details below هقول لحضرتك التفاصيل تحت. as well as my friends. حلوة قوي قوي الجملة دي. بالإضافة لصحابي we are inviting people. نحن ندعو الناس from my school من مدرستي who are always helpful to me اللي هم دايما متعاونين ومفيدين ليا. we very much hope احنا كتير جدا بنأمل ونتمنى you can attend مش come you can attend ان تقدر تحضر. طيب ايه بقى الديتيلز التفاصيل؟
ديت التاريخ ساندي يوم الحد ماي 22 تايم الوقت يجي امتى بالظبط يوم الحد 4 بي ام تو 7 بي ام من الرابعه مساء للسابعه مساء لوكيشن طيب يجي فين بالظبط ماي هاوس بيتي ار اس في بي ان رايتنج ريبوندي سيلفو بلاي من فضلك رد كتابه تو ذا ايميل ادريس اباف على الايميل عنوان الايميل المكتوب لك فوق بليز ريبلاي من فضلك رد تو كونفيرم علشان تؤكد confirm كلمة فورمال قوي to confirm علشان تؤكد if you can attend the celebration لو تقدر تحضر الاحتفالية your sincerely المخلصة لكم سما نقول المهمة تاني to Mr. Ahmed at gmail.com from sama at gmail.com subject invitation dear Mr. Ahmed I'm inviting you to my sister's birthday celebration ما تقولش party we are organizing a special day for the event on Sunday, May 22nd, details below. As well as my friends, we are inviting people from my school who are always helpful to me. We very much hope you can attend. Date, Sunday, May 22nd. Time, 4 p.m. to 7 p.m. Location, my house. RSVP in writing to the email address above. Please. Reply to confirm if you can attend the celebration. Yours sincerely, Sama. المهمة اللي بعد كده قالك تعال اتكلم على ماركو بولو. ماركو بولو was an Italian explorer. هو كان مستكشف إيطالي. Write a paragraph of 40 to 50 words about his adventures. اكتب باراجراف عن مغامراته and travels ورحلاته. فالأول هعرف الناس مين ماركو بولو. ماركو بولو was an Italian explorer. He was one of the first people from the West. حلوة قوي الجملة. كان واحد. He was one. كان واحد. From of the first people. من أوائل الناس. From the West. من الغرب. To visit China. إنه يزور الصين. He went to China in the 13th century. راح الصين في القرن ال 13. He wrote a diary about his experiences. كتب يومياته عن التجارب بتاعته. His diary is called يومياته تسمى The Travels of Marco Polo. رحلات ماركو بولو. It was a very difficult journey to China. كانت رحلة صعبة للصين. ما كانتش سهلة. The journey took years. الرحلة استغرقت سنوات. خط السير بتاعه بقى. He sailed by ship. أبحر بالسفينة. On a long journey. في رحلات طويلة. When he got to Hermes. ولما راح Hermes. He stopped. توقف. And went across the desert. وذهب عبر الصحراء. He rode a camel. ركب جمل all the way to China طول الطريق للصين راح الصين على جمل نقول تاني ماركو بولو was an Italian explorer والجملة اللي جاية خطيرة he was one of the first people from the west to visit China he went to China in the 13th century he wrote a diary about his experiences his diary is called The Travels of Marco Polo It was a very difficult journey to China. The journey took years. عجباني الجملة. الرحلة استغرقت سنوات. He sailed by ship on a long journey. When he got to Hermes, he stopped and went across the desert. He rode a camel all the way to China. المهمة اللي بعد كده a trip down the Nile. رحلة في النيل. تمام؟ رحلة في النيل. write a paragraph of 40 to 50 words about a trip down the Nile. طبعا لو انت عاملها بنظام بلوج فانت بتكتب التاريخ بس هو الكلام بس بتكتب التاريخ فيه. اكتب بقى عن رحلة في النيل which you went on انت رحتها last week الاسبوع الماضي. فقلت last week الاسبوع الماضي I had an amazing trip. قمت برحلة مذهلة. I went on a felucca ذهبت بالفلوكة on the river Nile وابدا كل حاجه اقولها اعرفك اوكي okay? انا ذهبت بالفلوكه في نهر النيل on the river Nile وراعي ان الار والان كابيتال بتوع river Nile a felucca is a traditional Egyptian sailing boat عرف الفلوكه ايه هي الفلوكه a felucca
is a traditional Egyptian sailing boat. Traditional Egyptian sailing boat. قارب شراعي مصري تقليدي. It's made of wood. مصنوع من الخشب. A felucca is difficult to sail. كان صعب إبحارها. But the captain was very strong. بس القبطان كان قوي جدا. And had the skills ولديه المهارات to do it. The trip was wonderful. الرحلة كانت رائعة. We went slowly down the river. ذهبنا في النهر. In the warm sunshine. في الشمس الدافئة. The boat had two white sails. المركب كان ليه شراعين أبيض. Which moved gently in the wind. وتحرك برفق في الرياح. In the afternoon, وفي الظهيرة, we had a delicious lunch. تناولنا غداء لذيذ on the felucca. I really had a nice time. أنا فعلا قضيت وقت جميل. يبقى دي رحلة في النيل. ممكن تقول we stopped to see the pyramids. توقفنا لنرى الأهرامات. تمام. Last week, الأسبوع الماضي, I had an amazing trip. I went on a felucca on the river Nile. A felucca, إيه هي؟ is a traditional Egyptian sailing boat. It's made of wood, مصنوعة من الخشب. A felucca is difficult to sail. But the captain was very strong and had the skills to do it. The trip was wonderful. We went slowly down the river in the warm sunshine. The boat had two white sails which moved gently in the wind. In the afternoon, we had a delicious lunch on the felucca. I really had a nice time. طيب هنتكلم بعد كده على آخر مهمة taking care الاعتناء. الاعتناء ال personal care بقى العناية الشخصية. There are many ways في طرق كتير and products ومنتجات for your personal care للعناية الشخصية بتاعتك. Write a paragraph of 40 to 50 words about how you look after your body. اكتب paragraph ازاي بتعتني بجسمك and the products you use for that والمنتجات اللي بتستخدمها لكده. يبقى انا الاول بدات كده بجمله عامه وقلت personal care is very important. العنايه الشخصيه مهمه جدا. وبعد كده قلت له there are many products to look after my body. توجد منتجات كثيره للاعتناء بجسمي. يعني في بقى صابون وشامبو وعطر. Like soap زي الصابون، perfume العطر and shampoo. طيب نقيت منهم السوب. I use soap to wash my face. I use soap. أنا بستخدم الصوب الصابون to wash my face. I can make soap at home. Okay? To wash my face. أغسل وجهي. I can make soap at home. وأقدر أعمل صابون في البيت. To make soap. وعلشان أعمل صابون I need soap. أحتاج ملح. Water. ماء. Soap crystals. بلورات صابون. And perfume oil. وزيت عطرين. I put the ingredients in a bowl. بأضع المكونات في وعاء. I heat the ingredients وبعد كده بسخن المقادير أو المكونات on a cooker على البوتاجاز and stir them وبقلبهم with a wooden spoon بمعلقة خشبية. When the ingredients are cool ولما بعد كده بشيلها بقى من البوتاجاز والمكونات تبرد I press them بضغطهم into a soap container في وعاء الصابون. Personal care is very important. There are many products to look after my body, like soap, perfume, and shampoo. I use soap to wash my face. ممكن أقول بقى I use toothpaste to brush my teeth. I can make soap at home. To make soap, هحتاج إيه؟ I need salt, water, soap crystals, and perfume oil. I put the ingredients in a bowl. I heat the ingredients. بسخن المقادير المكونات on a cooker على البوتاجاز and stir them وبقلبهم with a wooden spoon. When the ingredients are cool, I press them into a soap container. ده بطل أهم حاجة إنك تقرأ 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 المهام دي كل شوية تقرأها تقرأ البروجرافات دي مهمة جدا جدا. 35 درجة مش شوية خالص. لازم تتذاكر كويس جدا المهام لازم تتذاكر كويس جدا يا ولد.
وخلاص خلاص خلصنا فيديو النهارده. ثانك يو فور واتشنج، شكرا جدا للمشاهده، وشكرا انك يا بطل استحملتني وكملت الفيديو ده للاخر، ولكن هو فيديو مهم جدا، وزي ما قلت لك ان شاء الله تخرج كده من المهام الادائيه وانت معاك 35 درجه. بس ركز يا بطل، خطك جميل، راعي كده قواعد الكتابه، وان شاء الله تخرج مبسوط جدا من المهام الادائيه. بحبك جدا وزعلان جدا ان انا دلوقتي اقول لك خلاص خلصنا، بس إن شاء الله نلتقي قريبا في فيديوهات جاية كتير، وسلام، جود باي.